السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونهاية الأسبوع إن شاء الله موفقة للجميع. اليوم إن شاء الله جبت لكم، أولا قبل ما نبدأ كنشكر المتابعين ديولي الجداد، كنرحب بهم، والقدام راني كنفرح ملي كنشوف التعاليق ديالكم. الصراحة ممكن يعجبني الحال بأن شي حد كيشجعك، المهم كنشارك معاكم داكشي زوين وانتم كتشجعوني. كنشكركم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه كتكون من التين المجفف، كاين اللي تيقول لي الكرموس، كاين اللي تيقول لي الباكور، كاين اللي هو باللغه العربيه التين. وعندنا الزيت البلديه وعندنا الثومه، الثومه اختياريه اللي بغى يستعملها، نقول لكم علاش كتصلح. وعندنا قرع الزجاج تكون محكمة الإغلاق. على بركة الله كتاخدي التين بلا ما تغسليه أو لا غسلتيه، تخليه حتى ينشف، تمسحيه بالكاغد ديال الكوزينة. هاد الكرموس هذا أو التين كيصلح لبزاف الحوايج، ومذكورة في القرآن الكريم والتين والزيتون. هاد الجوج إلا استعملتوهم راكم كتحاربوا بزاف الأمراض بمواد قليلة، يعني موجودة ورخيصة ولكن منافع كثير، كذاك الله سبحانه وتعالى في القرآن. والتين والزيتون، هاد التين وهاد الزيتون ملي كيتلاقاو كيعطيو واحد المعجزة، واحد المنافع رائعة للجسم، ياكلها الكبار والصغار، المسنين ما عندك مناش تخاف منها، وخاصة الناس اللي عندهم القبض المزمن، الناس اللي عندهم القبض للوليدات، ولا هي راه كت ملي كترقديها كتديرها الطريقة ديالها هكا عادي، وخا تبقى لك حتى سنة كاملة ما كتخافيش منها، كدير لها هكا صافي. كتكبي عليها الزيت البلدية او الزيت النباتية او زيت العود حتى كتعمري، علشان انا درت القريعة صغيرة باش من حيت كنفضل ان ناكلها في واحد الاسبوع، كناكل وحيدة في النهار. الناس الخدامين اللي عندهم الوظيفة ديالو، اللي عنده الشغال ديالو نهار كامل وخارج على برا، وما تيقاش الوقت فاش ياكل وجبات، هذه كافية، هذه تفطر. بغيتي تصبق على الريق ماشي مشكل، بغيتي حتى تفطر هي على الريق من الاحسن. المهم شوف انت الاختيار ديالك. انا حتى كنسالي الفطور ديالي وكنبغي نوض نخدم، عاده كناخذ حبه كتكون شبعانه نيت مغمسه في الزيت البلديه، وحده كافيه صافي. كتقول حقه ما غنزعمش عليها ولكن راها رائعه صافي، وكت كتقضي النهار ديالك بسلام. الناس اللي عندهم كيحسوا بالبرد في الصدر ديالهم، ولا عندهم البرد، كيفاش غنسميها لكم، المهم عنده السعال او الكحه، ما كتفارقوش. علشان ديك قلت لكم اختياريه، غتقشر هاد الحبه ديال فص ديال الثوم وكتخشيها وسط هاد الطريقه هذه. يا الخدمه فيها شويه خصك الصبر، بحال هكا كديرها هكا وتخشيها هنا، كتحيد عفوا اللي محيدتهاش. انا نوريكم غير الطريقه، ولكم نتوما راكم حادقين، راكم تبارك الله راكم كتفهموا اليوتيوب، تبارك الله الله يعمرها دار، راه نفع بزاف الناس. كاع الحاجه اللي كما كتكونش خاطره لك على البال كتلقيها في هاد اليوتيوب بهاد الطريقة. شفتيها هي شوية الإنسان ما غيزعمش عليها لأن المذاق ديال الثوم مجهد، ولكن مع المدة مع الزيت النباتية ما كيبقاش. هذه فنة رائعة كتخلصك من بزاف الأمراض، ثوم مع هاد التين المجفف كتخشيها حتى هي وكتغمرها بالزيت النباتية أو زيت العود، غير 4 أيام كيكون عندك هاد المربى او
هاد التين المجفف تيكون جاهز مع تيطلق المواد في بعضياتهم. التين المجفف والزيت البلدية كيطلقوا واحد المنافع مع بعضياتهم، كي هذا كيسول هذا وهذا كيهضر مع هذا، المهم كيتفاهموا، راه كيعطوا المفعول ديالهم، نتوما راكم عارفين بحال الطريقه هذه صافي. وكنسد اللي ما بغاش يدير الثومه يكفي بان التين المجفف مع الزيت البلديه، راه ما نقولش لكم داك الشيء رائع رائع رائع. هذه الناس اللي مراد، اللي مراد دائما تيكحب، دائما عنده السعال، دائما مريض الدوايات، والله يحسن العون، راه واخا ما تقدش تزعم عليها ولكن خاصك تجربها. انا عطيت لك اختياري، حيت كاين بعض الاشخاص اللي تيقول لك انا ما كنقدرش، ولكن الدواء راه كاين شي ادويه اللي ما تقدرش عليها، فعلا كتكون مره. الله يشافي كل واحد اللي مريض، الله يشافي. الا بغيتي صحتك زعم على التوم، الا بغيتي الصحه ديالك، ما بغيتي الصحه ديالك الله يشافيك بلا، حنت ما يمكنش تشافى هكاك. بغيتي تمشي عند الطبيب خصك تقول بسم الله توكلت على الله. بغيتي تاخذ راك كل شيء شي اسباب، راه الا ما شافكش الله سبحانه وتعالى راه لا يمكن. ولكن قبل ما تزعم على واحد الشيء دائما ذكر الله سبحانه وتعالى. غتمشي عند الطبيب او دكتور بسم الله توكلت على الله انت الشافي. بغيتي تاخذ غير ملعقه ديال زيت الزيتون العريق بسم الله انت الشافي. راه شحال من واحد غلط كيمشي عند الطبيب تيقول لك انا ما جابش لي الله الشفاء عند داك الدكتور غنبدلو، وانت ما ذكرتيش الله. كيفاش بغيتي هاد العلاج؟ هذاك الطبيب راه سبب، وهذاك الطريطمون ولا هذاك الدواء اللي غيعطيك داك الدكتور راه سبب. الا ما ذكرتيش الله ما كاين حتى شي حاجه. خاصنا دائما توكل على الله ونذكر الله، اذكروني اذكركم واذا غفلتم عن ذكر الله ان الله سينساكم. الله سبحانه وتعالى كيسول الملائكه دائما علينا، العبد ديالي واش كيذكرني؟ كيقول لي الملائكه لا يا الله، هذاك العبد ناسيك، كيقول لي دعوه وانا انساه من رحمتي، استغفر الله العلي العظيم. وإلا كنت كتذكر الله الملائكه كتقول الله سبحانه وتعالى عبدك يذكرك، يذكروني اني ساذكره. تبارك الله، كتنزل عليكم الرحمه، كتنزل عليكم السكينه في البيت، بزاف الحوايج بذكر الله. هادشي اللي كاين كنتمنى الله من الله عز وجل يحبكم، حيت الا حبكم الله راه شيء عظيم، اللي كيحبوا الله راه شيء عظيم، واللي ما كيحبوش الله الله يجعل ربي يحبو. انا كنتمنى الله يحبني باش نتوما تحبوني، والله يحب الجميع. حب الله راه شي حاجه كبيره، ودائما ذكروه بكره وعشيه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنتمنى الشفاء للجميع، حنا راه اسباب، كل واحد تيعطي اللي عنده، ولكن الا بغى الله كنتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع. انا اقسم بالله هاد واخا ما كنشوفكمش دابا، انا راه كندير هاد الفيديو وانا مني الكاميرا ديالي، ولكن كنحس بان العالم كامل كيشوفني. كيفاش كنفرق عليكم الدعوات، دعوه الخير اللي مريض الله يشافيه، واللي في ازمه الله يفك ضيقه، ودائما ذكروا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقبل ما تدخلوا من البيت، من الباب ديال البيت، ذكروا بسم الله باش الشيطان ما يلقاش في نبات، لان لو ما ذكرتوش بسم الله الشيطان كيضمن المبيت، وبهكذا كيكون البيت فيه المشاكل. الاب كيقول الكلام والام كتقول هضره، والدراري ما كيتصنطوش بهذا الشيء باش كيكون المشاكل في البيت. كتقولوا احنا ما عندنا المشاكل لان الشيطان في البيت، ودوك الجنينين الصغيورين حتى هما كيكونوا في البيت. داك الشيء علاش كيكونوا هاد المشاكل. وسمحوا لي الا كنت في التين والزيتون وليت في كلام الله سبحانه وتعالى. لينا وليكم الله، كنتمنى الله يحقق المتمنيات ديالكم وداك الشيء اللي بغيتو، يحفظ لكم وليداتكم. هذه هي وصفه اليوم، وكنسدوا عليها واحد الاسبوع، اقل من اسبوع 4 ايام، كتحطي في مكان مظلم، يكون عندك واحد الزيت، وحتى الوليدات الصغار ممكن تعطيهم داك الزيت اللي تلق فيه داك التين، تعطيوه ليه واخا يكون تربيه، ما تكثروش. والله لاقينا ولاقيكم ان شاء الله في حلقة زوينة إن شاء الله.